السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا مثل ما عودتكم الهدايا اللي تجيني لبنتي خلينا نفتح معاكم. طبعا الهديه اللي جات لي الحين هديه لشهر سبتمبر، نفتحها معاكم نشوف. هذه فلاش كارد زي الاوراق، تجي لك مربعه كذا وعليها الاشياء الماركت يعلم الطفل، يعني صوره الشيء وكلمته كذا التعليم. الشيء الثاني عندنا دي قطع التركيب مثل ما تشوفون. الشيء الثالث اللي قبل الاخير قصه كالمعتاد، طبعا هم كل فتره يغيرون القصص والانواع اللي مثل الحين قاموا يجيبون انواع التركيب، لان عارفون الطفل الان في ذا العمر راح يفهم كيف يركب الشيء. الشيء الاخير تقريبا للجسم للطفل. هذا كل شيء للهدايا شهر سبتمبر. ان شاء الله عجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع. تعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.